العصابات الإرهابية المجرمة عاصت فسادا وتخريبا في بلدة نوى. وحدات الجيش العربي السوري قامت بملاحقة العصابات الإرهابية المجرمة بناء على رغبة الشعب بتطهيرها من هؤلاء الرس الإرهابيين، وما تزال العملية قائمة في ملاحقة وتطهير البلدة حتى إعادتها كاملة وتطهيرها وسحق كافة العصابات الإجرامية المجرمة من هذه البلدة بأسرع ما يمكن. بعد تقدم قواتنا المسلحة في مدينة نوى حاولت العصابات الإجرامية المسلحة الفرار إلى مدينة جاسم، فوقعت بأحد كمائننا المحكمين مما أدى القضاء على هذه العصابة المسلحة ومسرط كافة أسلحتها.